مشاهدينا الكرام، يا اهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج من الآخر. كتب عنها الروائيون القصص، ونثر لها الشعراء أفضل الأشعار، ورسم لها الرسامون أجمل اللوحات. هي محور حياة كل إنسان، ولكل رجل قصته الخاصة معها. إنها الأم، نعم هي الأم، هي مدرستك الأولى في الحياة. وضيوفنا لهذه الليلة بتكون معنا سيدة الأعمال الإماراتية ثريا العوضي وقصة نجاحها، الموسيقي كمال مسلم وفن الفيوجن. بنستمتع مع بعض بأهم عروض لاعب الخفة معين البستكي، والممثل يعقوب الفرحان. وفي برنامجنا أكيد كل شيء بيكون من الآخر مع بدر أحمد البلوشي وماريا نادر ونديم المصري وهلا عياس وعمر نصوحي وفدا أبو شاهين. والحين أكيد اليوم بمناسبة أكيد عيد الأم، يجب أن كل واحد منا يوصل أكيد مسج أكيد بسيط يكون لوالدته بهذه المناسبة. نبدأ ب خلينا نقول الأم الوحيدة الموجودة هنا معانا، نروح لهلا عياش. مسج توصلينا لوالدتك بهذا اليوم. شكرا كثير عبد الله، جد بتشكرك على هالمعايده، وبعايد اكيد امي بهاليوم وكل امهاتكم جميعا، الله يخلي لكم اياهم الكل. اكيد. عمرو نصوحي، شو تقول حق ست الحبايب؟ بعيد على والدتي اكيد، وبقول لها بتمنى ان هي دايما تكون راضيه عني، وبعيد على مراتي كمان عشان هي ام جديده، وبقول لها الف مبروك. اكيد الف الف مبروك، الف مبروك. فدا، بعيد امي حبيبتي ماما اي لاف يو، وبعيد كل الأمهات في العالم. أكيد، شكرا لك. بدر، الله الوالدة تعرف إيش كثر أنا أحبها، أتمنى لها كل خير والله يطول بعمرها، وبعمر جدتي بعد ساكنة معنا في البيت. الله يطول في عمرها. وحريم إخواني كلهم بعد عندنا في البيت، والله يطول بعمرهم كلهم. كلهم أمهات. هذا شمل. هذا عيد الأمهات عنده. طبعا طبعا. يطول في عمرهم، يخليهم لك إن شاء الله يا رب. أنا كمان بدي أعيد أمي، وبدي أقول لها إني بحبها كثير. وبشكرها يعني على كل شيء عملته وعلى كل شيء ضحت فيه. وكمان بدي عيد ستي، لانه لو ما ستي ما في امي ما في انا. اكيد ان شاء الله يا رب. نديم، انا اكيد كمان بدي اعيد على امي، واقول لها كل سنه وانت سالمه بمناسبه عيد الام، وعلى كل الامهات. وبدي اشكر امي طبعا بالذات على كل الدعم والمعامله الحلوه اللي عملت لي اياها من وانا صغير لهلا. اظن لسه عم تعاملني كاني صغير، بس يعني على كل بس شكرا كثير، وكل سنه وهي سالمه. الله يخليكم ان شاء الله يا رب كل امهاتكم وكل امهات العالم. وانا يعني امي اقول لك انت الحين اكيد قاعد تتابعيني، لو انا قعدت اوصف فيك من اليوم لين عقب 100 سنه ما راح اوفي حقك فيني، وما راح اوفي كل تضحياتك وكل دعمك. اقول لك احبك موت يا امي، ولكل امهات اكيد العالم. والحين نبدا مع بعض فقرتنا الاولى Success Story. من أكثر المؤمنين بأن أصغر المبادرات الفردية بإمكانها أن تحدث تغييراً كبيراً في الحياة، إيمانها بقدرة تحقيق الأهداف جعل منها سيدة أعمال ناجحة من الطراز الأول. سجلت نقاطاً عالية في مجال التسويق لأهم الشركات العالمية والمعارض، كما أن معرض المرأة رقم 15 حقق نجاحا كبيرا كان وراءه مجموعة من شركات ثريا العوضي. خلنا مع بعض نرحب بسيدة الأعمال الإماراتية الناجحة ثريا العوضي. يا هلا مرحبا فيك، نورتنا اليوم في البرنامج. حياك سريع. حياك نورتنا اليوم في برنامج من الاخر. يعني سيدة اعمال اماراتية جدا ناجحة، ولكن هل انت ام؟ نعم.
يعني ناجحه كأم اكثر ام كسيدة اعمال، وكيف قادره توازنين ما بين بيتك وما بين عيالك وما بين شغلك؟ شوف خوي، لانه اصلا انا يوم رحت امريكا ودرست وخلصت دراستي وكذي، يوم رديت الى دوله الامارات يعني انا قررت انه اربي عيالي ما اشتغل يعني، ودوم كنت اقول ان شاء الله يوم بيكبرون يعني السبع عيال اللي عندي يعني الله يخليهم يطول بعمارهم ان شاء الله، بعدين بدخل مجال العمل. فدخلت تقريبا من 8-9 سنوات في مجال البزنس يعني، بس الحمد لله عندي شركه يعني ديكور، شركه يعني اثاث وكذي، وبعدين سويت شركه معارض من 3.5 سنوات، وفي عندي شركات ثانيه يعني انا شركه معاهم شي يعني. خبرينا اكثر عن معرض المراه اظن 15. نعم. اللي قدمتيه المعرض، لانه انا هاي شركه المعارض بديتها من 3.5 سنوات، سويت معرض المرأة رقم 1 و2 و3 يعني، حطيت عليهم أرقام عشان يعني أراوي مدى نجاح هاي المعارض الحمد لله يعني. ومعارضي أنا يعني من يوم ما أنا بديت المعارض يعني حبيت الفكرة وراء المعرض، مش مجرد ناس يشتركون ويبيعون وكذي، لا، الفكرة أنه أنا في معارضي دائما أسوي جلسة وما شاء الله شاهي وقهوة وأكل وكل شيء، فأهيئ يعني مثل ما يقولون بلاتفورم أو يعني أرضية لأنه سيدة الأعمال الإماراتية تتعرف على سيدات الأعمال من جميع دول العالم عن طريق يعني هذه الجلسة وهذه الجمعة. فالحمد لله يعني خلال 3-4 أيام المعرض تلاقي يعني ما شاء الله وايد سيدات، طبعا في رجال أيضا يعني، لأنه دائما أؤمن أنه المرأة والرجل يعني جنبا إلى جنب يعني في التجارة أكيد. بالضبط يعني. لا فالحمد لله يعني المعارض كانت ناجحة، لأنه وأيضا يعني شجعت المرأة يعني أنه من خلال هالمعارض ما شاء الله تتعرف على ناس وتبيع البضاعة مالتها وتتعلم أكثر وأكثر. فيعني الحمد لله يعني المعارض خلال هالفترة يعني وكانت ناجحة. والمعرض 15 كان في المركز التجاري، كنت أول إماراتية أسوي سيدة إماراتية في المركز التجاري، والحمد لله يعني قالوا لي انه كان من اجمل المعارض، وانا افتخر يعني اكيد الحمد لله كلنا نفتخر فيك اكيد العالمين. الله يخليك ان شاء الله. استاذه فرويا كان رائع المعرض، انا من الحاضرين. شكرا يعني شكرا بهنيك حبيبتي على نجاحك. شكرا بس حابة اسالك، من وين ورثتي موهبه النجاح وطموحك للنجاح؟ من خارجي او من ابوكي من امك؟ شوفي، لانه نحن اصلا جايين من عائله تجاريه يعني، انا والدي الله يرحمه كان من كبار رجال اعمال دبي يعني، كان ما شاء الله اول رجل اعمال بنى قسم كامل يعني خيري في اول مستشفى في دبي يعني تلاقين. وأنا طبعا درست تاريخ في أمريكا لأن حبي التاريخ يعني، لكن دائما كنت أقول إن شاء الله لما عيالي يكبرون أبقى أكون سيدة أعمال. فأؤمن بأنه يعني أنا بعد ما دخلت يعني في التجارة ما شفت أنه يعني التجارة يبالي عبقرية يعني، عرفتي يعني أول كنت أفكر لا لازم الواحد يعني يمكن دارس تجارة ولا، بعدين شفتها بالعكس يعني هاي معاملة مع الناس يعني تصميم. وبعدين يعني الإنسان أيضا يعني أنت في البدايات أكيد بتخطئين يعني، لأنه دائما الإنسان إذا ما أخطأ ما بيتعلم يعني تلاقيه. فالحمد لله. على الشركات بتاعت حضرتك مثلا ما شاء الله هم شركات كتير، البداية كانت إيه يعني، إيه يعني إزاي بدأتي لحد ما وصلتي اللي يعني؟ لا يعني أنا بديت الشركات. يعني أنا بديت مثلا أوكي دخلت شراكة مع ناس، وبعدين نحن أصلا عندنا شركة عائلية للعقارات اللي هي مع اخواتي واخواني وهذيلا يعني، فانا بديت من اشياء صغيره يعني، فشركه هاي اللي مالت الاثاث وكذي يعني شركه الديكور، دخلت مع واحده صديقتي اجنبيه يعني تعرفنا على بعض وبعدين يعني سويت الشركه. وقبل كذي بعد كان عندي شركه بوتيك يعني مثلا مال ملابس كذي، بس انا ما كنت اديرها يعني. شركه المعارض حبيتها اكثر شيء لانه حسيت انه هذه الثريا العوضيه يعني، لانه انا احب التعامل مع الناس احب اساعد، فحسيت انه من خلال المعرض يعني وايد ناس اقدر انا اشجعهم يعني. حتى انا معارضي شو اسوي يعني، الاستاندات اللي اعطي للناس اخلي يعني مثلا سيدتين او ثلاثه يشتركون في الاستاند، لانه انا ادري انه في وايد سيدات حابين يسوون تجاره بس ما عندهم المقدره الماليه، حتى لو الزوج غني زين، فتلاقيني يعني اشجعهم اقول لا استاند واحد اثنين ثلاثة اشتركوا فيه وحطوا يعني مثلا عطورات حطوا مثلا عشان تشوفون كيف إقبال الناس وهم تتعلمون في نفس الوقت يعني. فالحمد لله يعني حسيت انه هذا جدا كان تشجيع يعني، انه اشجع المراه انه تفكر يعني انه تسوي شيء. طب انت بعملك بمجال نعم. عملك اكيد تعاملتي كثير مع الرجال، شو هي المواقف اللي بتحسي كانت تواجهي صعوبات فيها، وشو ممكن تنصحي الرجل ليساعد المراه بمراه نعم. مثلك بطموحك نعم.
يعني شغفك لهالعمل؟ شوفي حبوبه، يعني انا رحت امريكا وانا درست في امريكا، فتعاملت يعني في الجامعات كلها رجال وسيدات ونساء وكذي يعني. ومن اول ما سويت المعرض انا سويته في نادي دبي للسيدات، كلهم قالوا لي نادي دبي بس كله سيدات، قلت لهم للنادي انه يعني بالعكس التجاره الرجل جنب المراه، فلازم تخلون انه يعني ايضا الرجال يدخلون يعني المعرض، فوافقوا النادي وخلوا باب ثاني على اساس انه الرجال يدخلون المعرض. وانا ما اشوف يعني انه بالضبط يعني شوفي طبعا انا من الاسهل انه اتعامل مع المراه لانه تفكيرها وطريقه مثلا حبها للاشياء وهالاشياء، يعني اكيد المراه بيكون اسهل حقي انا اتعامل معاه يعني. لكن لاحظت انه يعني الحمد لله نحن ايضا في دوله الامارات يعني الحمد لله يعني نحن السيدات دوله الامارات محظوظين الى اقصى الحدود، لانه عندنا حكام يعني الحمد لله الله يعني اعطانا حكام ما شاء الله عندهم الحكمه وعندهم بعد النظر وعندهم الرؤيه، يعني انه لا اذا المراه مؤهله زين، يعني إذا المرأة متعلمة ومؤهلة لهذا المركز نعطيها هذا المركز لأنه عندها القدرة والقابلية أن تدير هذا الشيء، وهذا الحمد لله من حسن حظنا يعني يا رب العالمين. يعني يعني أنت مع أنه أخذتي القرار عم تقولي بفترة متأخرة يعني نعم. بعد ما ربيتي أولادك وهيك صح. هذا السؤال كثير من النساء بتتساءل، وهل تنصحي فعلا أن الواحد يأخذ هالقرار حتى لو بعمر نعم. متأخر أو بعد ما أنجز مهمة عنده؟ شوفي يا ستي يعني طبعا كل إنسان عنده مثلا، في ناس يقولوا لي لا بس لأنه الحياة غالية وما أدري شو، أنا يعني أؤمن دائما إذا أنت كموظفة مثلا إذا دخلك في الشهر يعني 100,000 درهم تصرفين على قد 100,000، وإذا دخلك 10,000 درهم تصرفين على قد 10,000 درهم. لكن الأطفال لما أنت تقررين مثلا تتزوجين وتسوون عائلة تكون هي نهاية، يعني أنت تزوجتي ويعني ليش عشان تكونون أسرة، مو بأنه أنت مثلا تودرين ابنك مثلا عند الخدامة وزوجك مشغول والخدامة اللي تربي، لأنه صح. في النهاية هذول الأطفال جيل المستقبل وهذول اللي بيكونون عماد البلد، يعني عرفتي شو قايل؟ فمهم جدا أنه أنت تضحين يعني مثلا انه تقولين لا ما دام انا يا اما انا اكون قادره انه اوفق بين شغلي وبين تربيه عيالي، او انه مثلا اذا انا مو بقادره خلاص هالكم من سنه بيلس بربيهم لين ما يدخلون في المدرسه يعني. نعم حبيبي نعم. حسب ما سمعت منك وحسب ما عرفنا انه بالاجمال 50% من النساء هن وصلوا للقدره العمليه بالاجمال، ولكن 22% فقط وصلوا للقمة، يعني قدروا يبرعوا بهذا المجال ويقدروا يشقوا طريقهم المهنية فيها. هل هيدا الرقم كافي برأيك أو بيرضيك أو بيقدر يتحسن أو لوين واصلين بهذا يعني الرقم؟ إذا أنت تسألين يعني أنه مثلا لا إذا المرأة تبغى تحقق طموحاتها وبعدين مثلا إذا ربت عيالها ويلست في البيت كم من سنة ما تقدر تسوي هذا الشيء، فهذا طبعا شيء شخصي راجع لك أنت، شو يكون أهم عندك؟ انه هل كم من سنه تقضينه مع اطفالك وتربينهم وتحبينهم، لانه هاي السنوات ما ترجع مزبوط. الاطفال يكبرون يعني انت بعد الثلاث اربع سنوات تحطينهم في المدارس مزبوط. يعني تروحين تاخذينهم ساعه 2 الظهر، فهذا الشيء يعني. وبعدين هذول الاطفال هم اساس البلد يعني لاساس يعني هم مستقبل البلاد، فاذا انت ربيتي اطفال وما شاء الله يعني عندهم الشخصية وعندهم يعني مثلا حب الوطن وعندهم القوة يعني في شخصيتهم وعارفين شو يبون طموحاتهم شو يعني، فهذول أساس هذول أهم شيء بالنسبة للبلد يعني. وإذا أنت إنسانة شاطرة ممكن تحققين يعني هذا الشيء. أنا مثلا لما كنت أصغر كانوا يقولوا لي أوه ثريا لما عيالش بيقولون بتكونين أنت بعد كبرتي خلاص ما بتسوين شيء، كنت أنا أقول لهم بالعكس إذا الإنسان عنده أحلام كبيرة وعنده طموحات لازم يجتهد وان شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى يقدر يحقق يعني هاي الطموحات يعني. نعم تفضل. سؤالي، المثل بحكي وراء كل رجل عظيم امراه. نعم طبعا. طب وراء كل امراه عظيمه مثل الست ثريا وراء نجاحك من الرجل اللي وراك؟ لا بقول لك يعني انا في الواقع يعني زوجي يعني الله يطول بعمره يعني هو شجعني كمان، يعني ما كان متعصب او انه لا يعني مثلا هو شجعني انه كمان لما لانه انا تزوجت وايد صغيره كان عمري 16 سنه
وما كان عندنا جامعات ذاك الوقت طبعا في دولة الإمارات. لما رحت أمريكا هو شجعني أيضا أنه أسير الجامعة وأخلص وكذي، فهو شجعني إلى حد كبير يعني. وطبعا لما عيالي كانوا كبار ودخلت مجال البزنس عيالي كمان شجعوني انه لا مامي بالعكس انت ما شاء الله ربيتينا باحسن طريقه، الحين وقتك انت انه تحققين احلامك يعني. يعني الوقت اللي تجنين فيه ثمار تربيتك اكيد لاولادك. طبعا شخصيه يعني عظيمه لامراه اماراتيه وسيدة اعمال اماراتيه، هي يعني ممكن تكون يعني فخر كبير لسيدات الاعمال الاماراتيات يقتدون فيها، ان حتى الواحد قدم في العمر مو مشكله يبدا طريقه لو كان كبير، المهم انه يواصل ويكون قدم كل طموحاته. شكرا لك وشكرا على وجودك، احنا جدا سعيدين واستمتعنا بالحوار معك. برنامج من الاخر اكيد وكل الجمهور كان مستمتعين بلقائك مع شكرا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، بنطلع لفاصل قصير من عقبه بنواصل، خليكم معنا. أنا كل مكان عشت فيه يعني حاولت قدر المستطاع أن أعيشه مثل الأهل الأصليين. مشاهدينا الكرام، رجعنا من بعد هذا الفاصل والحين مع فقرة عايشين على كيفهم. يتميز عازف الفيوجن كمال مسلم بخطه الموسيقي الذي يحاكي الشرق بالغرب، فهو يمزج بمهارة موسيقى العود الشرقي مع الجاز والفلامينجو ليحصل على الفيوجن الخاص به. له 6 إصدارات فنية تجمع بين ألحان جديدة وموزعة ومصدرها متنوع كالمدن التي عاش فيها، وآخرها دبي التي شكلت مصدر كبير لإلهامه. لتعرف أكثر على هذا الفن الممزوج الجديد، رحبوا معي بالعازف كمال مسلم. We'll be right back.
يا هلا ومرحبا فيك، نورتنا اليوم في برنامج من الآخر. شكرا. حياك استري حياك. قل لي عن هذا المزج الغير طبيعي اللي صار ما بين الموسيقى الشرقية وما بين أيضا الموسيقى الغربية. والله هو يعني نتيجة طبيعية للثقافات اللي أنا تعرضت لها والأماكن اللي عشت فيها في الوطن العربي أو في أوروبا أو السفر اللي سافرته في آسيا. يعني ممكن نقول إن الدول اللي من كثر ما تنقلت ما بين كثير من الدول يعني خذيت من ثقافاتهم وقدرت تطور الفن العربي بطريقة أو أسلوب مختلف؟ أنا كل مكان عشت فيه يعني حاولت قدر المستطاع أن أعيش مثل الأهل الأصليين، يعني إن كان في فرنسا أو في إيطاليا أو في دبي أو في كوريا أو إلى آخره، فبتشرب من المكان قدر المستطاع كيف يعني أدخل في عمق الثقافة تاعتهم وطريقة الحياة والموسيقى والأكل وإلى آخره، فهو بتصير جزء من طبيعتي. أنت تنقلت وعشت بكذا بلد، عشت بفرنسا وبكوريا وبلبنان وبالأردن، شو اللي خلاك تتمسك بدبي وتعيش وتستقر بدبي؟ هو يمكن لأنه دبي أكثر مكان جامع لكل هذول الحضارات والثقافات، يعني فأنا مش بحاجة عشان أروح على الصين عشان صارت الصين هي في دبي موجودة عندي أنا هون. حسيت إجاك إقبال يعني أكثر. زي ما أنت شايف الفرقة عندي عازف من نيجيريا وعازف من ساحل العاج، فهو طبيعي دبي الاختلاط فيها طبيعي، وجود كل العالم موجود في دبي فيعني نقطة التقاء رائعة. وين كانت نقطة التحول في العزف ومتى فكرت تمزج الأغاني هاي كلها؟ لأن ما حد سواها قبلك أتوقع. لا في ناس، وخليني أصحح بس، يعني أنا تأثرت كثير ب كل الموسيقى العربية اللي صارت في الستينات والسبعينات من الإخوان الرحباني لمؤلفات عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب اللي هي دخل فيها الجيتار الغربي والأورج أورجن وموسيقى الرحباني، خاصة زياد الرحباني اللي بعدين تعرفت عليه واشتغلت معه، فكان خلط الآلات الغربية خاصة النحاسية الساكسفون والترومبت والجيتار الغربي والكذا مع الآلات الشرقي، يعني فتح لي مدارك وأفاق أنا ما كنت يعني حسيت حالي لازم أدخل في هذا الصوت في هذا العالم وأكتشف فيه أكثر، وهذا كان تقريبا بعمر ما بين 10 و15 سنة. يعني كان خبرنا شوي عن التجربة مع زياد الرحباني، يعني كونه شخص عن جد فنه رائع وكتير سبيشل وآيكون كتير بالعالم العربي وبعالم الموسيقى، خبرنا شوي كيف كانت تجربتك معه؟ التجربة كانت قصيرة نوعا ما، كانت بعض أشهر لأن أنا كنت يعني عايش في لبنان لسنة بس، فاحتكيت بزياد كان من خلال البروفات باستوديو النوطة بالحمرة، وكان بسنة 98-99 يعني هو عم بيعمل بعض الحفلات بلبنان، كان على وشك اني اطلع معه معظم هاي الحفلات، بس انا يعني مجرد دخولي بالاستوديو واحتكاكي بالباند وبزياد وطريقة الشغل هي اللي خلتني اخذ قرار انه انا بقدر اعمل شيء بهذا المجال بالابداع بصناعة الموسيقى بصوتي الخاص فيه، بالتأثر باللي شفته بزياد لأنه هو كشخص رائع عبقري، طبعا هو قلبه طيب جدا وكريم غير اللي بنشوفه بالتلفزيون وبالإذاعات، هو كشخص كإنسان يعني أنا بدي أحكي عن هذا القرار اللي عم تحكي عنه. أنت كنت مهندس مزبوط وما زلت يعني لا بس أنا قصدي أنه أنت من الهندسة انتقلت لل شوف هو الهندسة اللي أنا درستها هي هندسة العمار، وهندسة العمار تعتبر فن أكثر من الهندسة، يعني هي بتعلمك كيف تفكر بالمنطق البناء ومنطق الثلاث ابعاد، تبعد تبدع بالتصميم وتطلع من زي ما نقول 2 دايمنشن لل 3 دايمنشن وتوسع الخيال والمدارك. فلما افكر بالموسيقى وبصناعه الموسيقى وبالاستوديو وهندسه الصوت وكيف تبني الصوت كمان هو قريب كثير يعني لبناء المبنى او بناء الصوت، فهو داخل في بعضه الموضوع الاكوستكس والاركيتكتشر والفراغ يعني. استاذ كمال انا عندي لك سؤال عن اثنين من البوماتك معروفين كثير، في واحد من البومات اسمه خارج مدينتي اوت اوف ماي سيتي، هل انت بتقصد فلسطين بهال او شو قصدك باي مدينه؟ والله شوف انا بالاصل لا اكون صريح ما اقصد فلسطين. شو المدينه انا اكثر اقصد في دبي، بس هي يعني انا كنت حابب اخليها ابستراكت مجرد من الوصف من التحديد من التحديد لا تعني لكل شخص لا تعني انه انا اذا انت شايفه انا خارج من عم بطلع من الكفر، يعني هي اوت اوف ماي سيتي. هلا الفنان بالعاده بتنقل من مدينه لمدينه لمكان، فكل مدينه بعيش فيها بتصير مدينته بالاخر يعني، وبس بلحظه مضطر انه يسترك لسبب ما او يغير افكار او ينتقل يهاجر،
ف out of my city دائما هي my city I have to get out to another place which become my city مكان تاني بيصير مدينتي بيصير لك ارتباط وبيصير ارتباطي فيه. طب السؤال الثاني اللي يمكن شوي شخصي بخصوص ألبوم songs for Songun. نعم this one. فكرة الألبوم كانت إهداء لعلاقة عشتها لكم سنة يعني وهي من كوريا بعدين لما انتهت لأسباب تعرف كيف الأمور بتصير يعني فأنا حبيت إنه عبر عن الشيء اللي معظم الرجال ما بحب يعبر عنه اللي هو خطأهم يعني إنه عملت خطأ وكان مفروض أقدر الموجود عندي بس راح مني فهذا الهدية يعني. أوكي أكيد هديتك أكيد هديتك وصلت لنا أكيد هديتك وصلت لنا أكيد وأيضا لكل المشاهدين اللي تابعونا عبر حلقة اليوم. نحن كنا جدا سعيدين بوجودك اليوم معنا وبفنك وب أيضا رسوماتك اللي على الكفر السي دي. شكرا لك وشكرا لاستقبالك لهذه الدعوة. أنت فنان فعلا شامل وتستحق أيضا كل الشكر والتقدير. مشاهدين الكرام نطلع لفاصل من بعده بنوصل. الصريخ اللي كان صارخة تقول شيء واقعي. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل القصير وفيه بنواصل برنامج أكيد من الآخر والحين مع فقرة شريط مصور. هل شعرت يوما بأوجاع المخاض؟ هل تصورت يوما ما عانته والدتك أو شقيقتك أو زوجتك أو ابنتك من أوجاع وآلام خلال الولادة؟ هذا الشعور عاشه زوجين لمدة ساعة من الوقت فلنشاهد. According to women, childbirth is the worst kind of pain there is. And did you know according to women that us men can't handle any of it? Well, did you know that according to men, women exaggerate everything? Everything. That's why we decided to make an appointment with Dr. Julie Masters. What we're doing right now is we're just hooking up the contraction monitor. This reminds me of those infomercials. Nice and tight. Okay. Where they're like, nice and tight, got it? I'm gonna have a six pack after this. You're basically gonna electrocute us for an hour? Yes, in a very small way. Just fantastic. Right here in your abdomen. I gotta remember my breathing. Well, that's different. Almost getting to like the active stage of labor where it's really getting good. Right. Here we go. Smile. Awesome. Awesome, guys. That's starting to come down now. You guys are doing awesome. Focus. Start to be decreasing in intensity. Come down a little bit. Start to come down. That was not good. It sucked. That sucked. It was horrible. Better than you thought or worse? A lot worse. A lot worse. I'm telling you right now, I felt like I was having a baby. Mom, if anything that I just experienced is anywhere close to what I did to you all those years ago, I'm sorry. You're like a superhero. You're one tough mama. Happy Mother's Day. شو رايكم؟ يعني بهالرقم ابلش مع الشباب. منو؟ منو يختار؟ منو بيجرب؟ شباب تعبانه يا معلم. تعبانه؟ يعني مستعد تخوض هالتجربه؟ ده اي كلام ده. صراحه انا ضحكتني كثير يعني. لو انت لاحظت وحده من الحريم ماسكه كوفي واقفه تتسلى تطلعها منها. بشمتوا فيهم. اي طبعا. بس يعني انا شفت انه حسيت انه هو عم بحاول يوصل مسج انه هو عمل هاي عشان يحس بقيمة الأم. بقيمة الأم. هو شكله عامل غلطة كده وبيحاول يصلح الرسالة اللي بدي أعطيها إنه أنا محتاج مش محتاج أعمل هيك عشان أحس بالتضحية اللي ضحطها أمي. زين أوكي. أني بعرف على فكرة هذا الموضوع طبعا يختص بالشباب يعني كونه شفنا الفيديو فأبى أعرف آراء الشباب. هل بتجرب هاي التجربة ولا لا بدر؟ تكلمني أنا؟ لحظة ليش عينك مدمعة؟ من الضحك صح؟
الصريخ اللي كان صارخه تقول شيء واقع يعني كان بيقول. اوكي سؤال، هو صدق يعور ولا ما جربت ولا بجرب؟ لازم الكل يجرب نديم قبل ما يتجوز، لازم الكل يجرب. انا صراحه بجربه عشان اولها شكله كان بضحك، بعدين صار مؤلم، فبحب ادخل بهذا. بجربها؟ بجربها. يلا مبروك ان شاء الله توأم. يلا عمرو هسيب نديم لوحده يعني؟ اكيد انا نمت السرير اللي جنبه. اوكي يعني يلا ها، ولد ولا بنت؟ انا ترى ممكن حد تنسل من قبل. ونحن اللي بنيود الكوفي من طالع. اوكي انت اللي بتصيح عندهم. شوف شوف انت اللي بتداريهم يعني، ما عليه استحمل. الله وياك ان شاء الله، الله يوفقك ان شاء الله. جبنا ايش الموضوع؟ يو كان دو ات. اوكي بس بيقولوا الم منسي، خلينا نسال هلا شو رايك؟ الم منسي؟ لا فعلا الم منسي. انتوا المنسي؟ اوكي وانا كمان المنسي في هذه الفقره، فانا مستحيل اجرب هذه التجربه، واكيد انتوا يعني ما اتوقع بتجربونها. خلهم يبون، بنطلع البريك وبعدها راجعين. حر اكثر ما اسرع، بعدين انت اذا خلاص طلعت الخشبه وعندك انت مثلا الساعتين عرضه والساعه عرضه وال45 دقيقه، انت ملك نفسك فيها. مشاهدينا الكرام، رجعنا من بعد هذا الفاصل، والحين مع فقرة بابليك فيجر. لمع في مجال التمثيل بصورة استثنائية، وفاز بجوائز عدة في التمثيل في مهرجان الجنادرية للمسرح بالسعودية ومهرجان أصيلة الدولي وفاس الدولي لمسرح المغرب. بدأ عمله بالمسرح عام 2007، ومن اللحظة الأولى لفت انتباه النقاد الذين وصفوه بالظاهرة المميزة في عالم التمثيل المسرحي والتلفزيوني. شارك في عدد كبير من المسلسلات الرمضانية، ومن أبرزها ملحق بنات ولعبة المرأة رجل، ومن إنتاج عياد ميديا، ومؤخرا أوراق من الماضي. رحبوا معاي بالممثل السعودي يعقوب الفرحان. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور، منورنا اليوم في برنامج من الآخر يعقوب الفرحان. شكرا لكم، واحنا منورين فيكم طبعا كالعاده يعني، الله يعطيكم. نحن اليوم وكل جمهورنا اكيد اللي قاعد ينتظرك في حلقتنا لهذا اليوم، اكيد بنستمتع ان شاء الله اكيد بحوارنا ايضا معاك، وبنسمع شو جديدك وشو المفاجات اللي ممكن تقدمها ان شاء الله لنا ان شاء الله في رمضان ان شاء الله السنه هذه. ان شاء الله. اوكي نطلع نشوف فيديو في بعض لقطات حق الاعمال اللي قدمها يعقوب، ولا نطلع؟ يلا بينا. ابي اكون كاتب افلام وسيناريست مشهور، وانا نفسي اكتب نوفلز تبيع ملايين. وتاهت في بحر الحب، فيلم من تاليف ليث ليث. بحر بلا ماء، روايه عمرو قبيل. بحر بلا ماء، اي لايك ذات. على فكره وانت ممكن نشتغل مع بعض، انت تعمل نوفلز وانا احولها لسيناريو. ممكن. غامض، ساحر، مختلف. نفس الكلام اللي كانت تقوله بثينة. بعطيها شوية وقت. لما أعطيتها وقت خسرت كل شيء. لا تقارن بيني وبين بثينة، كل واحدة لها ظرفها ووضعها. يعني تبيني أخذ قراري تحت ضغطك؟ لا طبعا، بس أنت ما فهمتيني ولا سمعتيني ولا تعطيني فرصة أقول لك اللي أفكر فيه. أنت بس أعطيني فرصة، اسمع مني، اسمع إحساسي، اسمع كلامي اللي بقول لك عليه، بعدها قرري. معليش لا تضغط علي أكثر من كذي، أرجوك. أرجوك أرجوك يا يعقوب، أرجوك أرجوك تجاوب على أسئلتنا من الآخر، أرجوك. يلا بالنهار. أستاذ يعقوب الفرحان حبيبي، أول إشي بنحييك على أدائك وكممثل سعودي. هلأ أنا قرأت أنه أنت بلشت بالمسرح صحيح، بعدين انتقلت للتمثيل. كنت أسألك إيش أحلى دور استمتعت فيه بأدائه كممثل، وإيش الدور اللي لسه عم تستنى تعمله مثلا ما عملته؟ هل هو مثلا احنا هلا شفنا دراما، هل مثلا انت
تطمح لقدام تعمل إشي كوميدي وما صح لك لسه تعمل كوميدي، لأنه في لوك حاسس إنه ممكن تعمل، مش قصدي إشي بس ممكن تعمل كوميدي. لا جدا لا معك في الموضوع. بالنسبة للشق الأول أحلى دور قدمتها، و يعني بعدني أدور، يعني سويت أشياء كثير حلوة بس بعدني أحس إن في أشياء واجد أبي أسويها. بس من الأشياء اللي باقي في راسي إلى الحين كان مسرحية عملتها في افتتاح سوق عكاظ، وكان برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكان في حضور بهيج يعني إعلامي ورسمي في افتتاح سوق عكاظ، كان بعنوان زهير ابن أبي سلمة، ولعبت شخصية زهير في المسرحية وحبيتها كثير، خصوصاً هي مرتبطة بالمسرح، مرتبطة بشخصية حقيقية عاشت. شنو الشيء اللي أنا ودي أشتغله مثلاً؟ أو أنا صليت لي قصة قبل فترة، يعني مرة كنت ماشي في شوارع جدة، أتذكر قابلت شخص عمره 50 مشرد، فلفتني منظرة يعني شعره نفس شكلي الحين، المهم لفتني منظرة فحبيت أحكي معاه بعرف من هو هذا الشخص، وين عاش، شنو كانت حياته. تفاجأت أنه هو أصلاً رجل أعمال وشخص جداً ذكي ومقنع على ما تكلمه، كان رجل أعمال وكان شركاء خانوه وأفلس، فصار عنده صدمة من الحياة، صار عايش طول وقته بالشارع يمشي بس يتأمل، يعني observer، ورجل جداً حكيم. حبيت هالشخصية وكتبتها، ممكن تسوي فيلم كامل يمكن عن نيتي نعمل فيها فيلم هالشخصية، يعني يعني هذا اللي inspired you بآخر مؤخراً. إيه كان أكثر شيء عالق برأسي يعني. طب عندي إليك سؤال، شو اللي خلاك تنتحل هالمهنة، مهنة التمثيل؟ يعني شو اللي حببك بالتمثيل بشكل عام؟ هل بدأ على صغر أو فجأة حسيت إنه عندك ميول للتمثيل؟ لا شوفي، أنا حتى ما أحب أسميه إنه أنا امتهنتها، يعني أنا بكل بساطة قاعد أشبه نفسي، يعني أنا كيعقوب من وقت ما انخلقت أحس إنه هذا الشيء مولود داخلي يعني، أو معايا أو فيني، أو أنا دخل أو أنا اللي انخلقت فيه يعني. ف ما يعني أشوفه شيء أقرب من إنه مجرد مهنة أو عمل، هو شيء يشبهني، يعني شيء يعني. شيء هو يعقوب، يعني هو قدرة، أنا أحسه كذا الفيت تبعك، أكثر في أكثر من القدر، ما في أكثر من القدر. يعني فيك تقول هي الكومفورت زون تبعك لما بتكون بالتمثيل، أنت جداً مرتاح جدا، بالذات المسرح تحب يعني الناس والمنتجين يلقبونك أو أنت تلقب نفسك، هل أنت ممثل مسرح أو ممثل تلفزيون؟ واحدة من الاثنين، يا هذا يا هذا. ممثل وخلاص يعني. لا يعني 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 أنا مثلا واحد، أنا واحد من الناس اشتغلت مسرح واشتغلت تلفزيون، أنا واحد من الناس عشقي المسرح. فاهمك. ولكن التلفزيون يعتبر يعني تدريبات يدربها في المسرح قاعدة أطلعها وعضلاتي قاعدة أفرزها في التلفزيون كطاقة ممثل. صحيح. بس شو تفضل؟ بالنسبة لي أفضل المسرح. نفس الشيء، يشبهني أكثر. أحس حر أكثر على حقيقتك أكثر يعني كممثل، حر أكثر المسرح. بعدين أنت إذا خلاص طلعت على الخشبة وعندك أنت مثلاً الساعتين عرضة والساعة عرضة وال 45 دقيقة، أنت ملك نفسك فيها يعني، خلاص لا في صوت لا لمخرج ولا في شيء، أنت تملك المكان يعني، وأنت بشطارتك يعني تقييم العرض كله، ويطلع إمكانيات الممثل أكثر من التلفزيون. صحيح، خصوصاً أنه ما يعني أنا ما أشوف أنه في صناعة تلفزيون حقيقية يعني. الفنان يعقوب، عندي لك سؤال، انت شكلك مريت بظروف لما وصلت للمرحله هاي، ما وصلت يعني في يوم وليله، مريت بصعوبات واجهتك، شو هاي الصعوبات؟ وتقدر تقول ان هالصعوبات كانت دروس لك، علمتك اشياء؟ اكيد طبعا، يعني مريت بصعوبات كثير، وانا احب يعني احب هاللحظات يعني، وهي اكثر لحظات اتذكرها يعني الفتره اللي مرت علي في حياتي. مثلا اتذكر لما دخلت الجامعه، طبعا ما في شيء اسمه تخصص مسرح يعني بالسعوديه، ما في اكاديميا، ما في شيء امور، بس كان في نشاط لا صفي اسمه نادي المسرح، وكانت غرفه صغيره وفيها ستيج صغير، فدخلت انا ومعي اربع من اصحابي يعني بنسوي فيها شيء، وحاولنا قمنا حنا يعني جبنا اعلانات وحطيناها وصلنا النادي الشبابي يعني نقنعهم تعال ادخلوا جرب جرب وادخلوا يلا ونسوي مسرحيات ونجيب نصوص عربيه ومحليه وعالميه ونترجمها ونحاول نجيب موافقات من مهرجانات برا السعوديه، ونروح للعماده ونقدمها لهم، وفي ناس برا طالبين المسرح، ونسوي هالعروض لين ما في لحظه جت الموافقه يمكن بالغلط الظاهر ولا شيء، المهم فصار رحنا عرضنا مسرحيه ونجحنا يعني واخذنا جائزه فيها، فصار الموضوع مستمر يعني، كل الشباب اللي جو بعدنا الحين صار النادي يعني نشط جدا. يعني انتم اللي خلينا نقول فتحتوا الطريق لهم؟ ايه يعني والحمد لله. انا يعني بالنسبة لي هذه اللحظات اللي أحس فيها إنه أنا سويت شيء حقيقي يعني، لأنه يعني خيره مستمر. فسألت هالشيء. عندي سؤال ثاني، اليوم طبعاً بيكون عيد الأم،
سبب المناسبة هاي. كيف تقدر تخبرني على الوالدة؟ كيف توصف ولدها يعقوب؟ الوالدة الله يحفظها. أول شيء أمس عليها بالخير وأكيد تابعني، هي أكثر واحد في العالم يتابعني. تعايدها، وصل لها، قولها، قولها المسج من عندك، رسالة شو حابة تقولها بمناسبة هذا اليوم؟ وين هني قاعد طالع. أيوة مساء الخير. اشتقت لك. كل عام وانتم بخير. هذه كي مرتك، هذه كي مرتك، هذه كي مرتك. وين؟ مرة ثانية؟ مرة ثانية. عايدني عايدني. ألو مساء الخير ماما. هنا بعد ما انت عايتها وسلمت عليها، طبعا هي ان شاء الله تتابعك ان شاء الله طبعا كالعاده. يعني انت لوصولك للمستوى اللي انت وصلته، مراحلك وانت صغير، هي كانت ضدك ولا معاك؟ كانت مشدده عليك ولا مساعدتك؟ شوف انا امي من النوع، يعني اللي اسميه النوع الفاخر العتيق، يعني اللي نزل وزرع في الارض وحصد وكان يرعى. الله يحفظها، الله يطول بعمرها. فهي كثير قريبه من الارض، عشان كذا هي بطبعها كثير دافئة وصوتها حلو جدا على فكرة أمي، يعني الله يطول بعمرها. فيمكن هي مو مستوعبة مثلا فكرة الوسط كله، بس هي حاسة فيني، يعني حاسة قديش أنا أحب هذا الشيء. في البداية خافت علي أكثر من هي عارضت، بس بعدين لما شافتني وأنا ماشي زين، وأنا يعني أقولها على كل شيء، يعني أشرح لها كل شيء قاعد يصير، ومنهم ربعي ومن هذا، وهذول زينين وهذول مو زينين، يعني كل شيء أقولها عشان يعني؟ طبعاً أكيد؟ إيه أول بأول. وبس نشوف ماريا. عادة الواحد وقت يكون بمجال شغله، إن كان فنان بيغني أو بيمثل أو whatever، دايماً في أشخاص بيحب يتعامل معهم وبيحب الشغل معهم. حضرتك كيف كانت تجربتك مع ميساء المغربي؟ أنا أوجه لها تحية كبيرة الفنانة ميساء مغربي، كانت تجربة جداً جميلة معها، لأن هي كان لها دور رئيسي في أني ألعب معها الدور رئيسي في مسلسل لعبة المرأة رجل، وهي أصرت أن أنا أكون معها رغم أنه أنا ما كنت معروف وقتها، بس شافت لي هي عمل مسرحي بالصدفة على اليوتيوب. فأنا أوجه لها تحية كبيرة يعني، والعلاقة بيني وبينها كثير بروفيشنال، يعني إذا في مشروع جديد أو شيء دائماً نحكي بعض، وانا اقدرها جدا واشوفها ممثله رائعه جدا، والله يوفقها. امين. اكيد اضيف بس على ماريا، مين الممثل اللي ممكن لو عندك الاختيار انك تقوم بدور معاه؟ اي ممثل في العالم؟ في العالم انا احب كثير، بس والله يرحمه توفى يعني قريب، كنت احب فيليب سيمور هوفمان اللي توفى في بدايه هذا العام، بالنسبه لي كان خليجي من اهم الممثلين. خليجي. انا احب عبد المحسن نمر كثير. عبد المحسن الفنان السعودي، اكيد وجه له تحيه. احبه كثير عبد المحسن نمر. وفي تحيه ولا ما في؟ وجه له تحيه الفنان عبد المحسن نمر. وانا احب بعد جوني ديب عشان اللوك. يلا يلا مشي. حد يزود؟ ليش غبت عن التمثيل لمده سنه؟ اي هذا كان صار بعد ما صورت مسلسل لعبة المرأة رجل وملحق بنات، بعدها بفترة توفى والدي رحمة الله عليه في بداية 2013، وقفت لأن نفسيا ما كنت جاهز إنه أنا أشتغل أي شيء كذا، حبيت إنه أبعد يعني وأنزل وأقعد لحالي فترة. أكيد جمهورك وناسك كل مشتاق لك في هذه السنة، ولكن أنت يعني إن شاء الله رجعت وبترجع إن شاء الله أيضا. بس قول لي على سريع، شو ممكن يكون إن شاء الله عندك جديدك هاي السنة؟ ان شاء الله انا قاعد اشتغل على عمل سوبر اوبرا، راح يعرض في بدايه ابريل، 120 حلقه عمل عربي بعنوان ماتريمونيو، معي نجوم عرب من مصر ومن لبنان تحديدا. اتوقع عمل كثير مختلف، اتوقع انه راح يكون هو مودرن، اتوقع انه راح يعمل اثاره نوعا ما ان شاء الله. يا رب الله يوفقك ان شاء الله. انت العمل راح يعرض في ابريل، وفي رمضان ان شاء الله عندي عمل بعد بعنوان المجانين فقط، ألا في شخصية دكتور نفساني مجنون؟ لا عالج مجانين عالج في الأخير جننوني. حبيبي شكرا لك، وشكرا على قبولك لهذه الدعوة في برنامج من الآخر. إن شاء الله أكيد بنكون متواصلين إن شاء الله معاك، ونشوف إن شاء الله أكيد كل جديدك. وأنتوا أيضا مشاهدين الكرام شفتوا معنا الفنان يعقوب الفرحان، والحين بنطلع لفاصل، من بعده بنواصل. كنا نعتبر ديفيد كوبرفيلد مثلك الاعلى مثلا، وهو مثل الاعلى دائما. ديفيد كوبرفيلد هو مثل الاعلى لاكثر الماجيشنز في العالم، اللي هو اللي فتح الباب على التلفاز والناس شافوه وبعدين انبهروا به ودخلوا في المجال هذا. رجعناكم من بعد هذا الفاصل، والحين مع فقره غريب عجيب.
كان عمره 6 سنوات حين بدأ السحر يجول في مخيلته الفنية وراح ينمو في داخله ليصبح اليوم من أهم المتخصصين في فن خفة اليد والألعاب السحرية. بسرعة فائقة سحر قلوب المشاهدين وحبس أنفاسهم وأصبحت عروضة تتوالى على عدد كبير من القنوات التلفزيونية والمهرجانات. خلنا كلنا مع بعض نستضيف الساحر معين البسكي. حالك حياك الله حياك الله تفضل حياك الله ما قصر منورنا اليوم الله يسلمك. نقول الساحر برايي انا ما عندي مشكله على كلمه السحر، المشكله هني عندنا ان المجتمع العربي مثقل الكلمه شويتين السحر كلمه السحر يعني تحس ممكن تدخل مكان تسوي سحر عقب يدخل مكان مطوع يقرا على ممكن انا ياما هاجموني يعني مطاوعه مع احترامي لكلهم. واذكر قصه يوم اني كنت في برنامج على قناه من القنوات المحليه اخفيت عبد الله بالخير من بيته طلعته في الاستوديو اخفيته من الاستوديو رجعته بيته اوكي انا بعد ما انا, أنا اموت اموت الحين وعقوني في الحفره اوكي بس اعرف انت كيف اخفيته يعني ممكن الحين تخفيني توديني اي مكان وترجعني تخفي المخرج هي انا ممكن اخبها لهالدرجه كاره المخرج. المشكله ان هي العاب خفه العاب سحريه احنا ليش نسمي العاب سحريه على اساس ان في خدع في تقنيات في اشياء موجوده احنا نسويها المشاهد العادي مو بعارفينها. فعقب ما سوينا الحلقه مع الاستاذ عبد الله بالخير مع كل تحياتي واحترامي اليوم الثاني اذاعه من الاذاعات المحليه عملوا هجوم مش معقول علي وعلى البرنامج بشكل عام ان هذا لا يجوز وهذا ما اعرف شو حتى ان شابهوا اللي انا قمت فيه بقصه سيدنا سليمان يوم ان طلب من الانس والجن ان يحضروا عرش بلقيس الموضوع وايد يعني فللاسف احنا بعدنا قاعدين نشوف الموضوع بضخامه ان هي سحر ولكن مو بعارفين ان احنا واصلين لدرجه معينه من المعرفه والتكنولوجيا انا ممكن نسوي اشياء تبان انها مستحيله ولكن هي العاب خفيفه يعني انت الحوار خدعه بصريه من انها سحر هي خدعه بصريه لا بعدين على فكره شوفوا شباب نحن الحوار معاه اكيد راح يطول اوكي هالشيء مليون بالمية وبنشوف شو بيسوي فيه شو بيحولنا اليوم شو حابين تكونون انس جن بشر شو بالضبط اوكي اكيد الحوار معاك جدا بيطول بيكون شيق لكن عندي مفاجاه لكم مشاهدينا الكرام انه بيكون معانا بشكل ان شاء الله دائم خلال حلقاتنا في برنامج من الاخر عشان دائما نشوف خفه يده والسحر اكيد راح يقدمه لنا معين البسكي اذا انتظروا منه كل العروض راح نقدمها خلال حلقاتنا ان شاء الله القادمه بنشوفها ان شاء الله ما بين حلقاتنا لكن خلكم اكيد دائما منتظريننا ونرجع حق حوارنا معاك شو ممكن الحين يعني تسوي لنا شغله تماريه شو انا عبالي اعرف شو سرك يا معين شو هو سحرك هي طال عمرك الموضوع بدا وياي من وانا كان عمري 6 سنوات هم ذكروا ان 6 سنوات في وراها قصه انا كنت في البيت العب كون كل ياهل في عمر 6 سنوات يلعب زقرني يدي قال معين تعال ابا اشوفك فرحت له ومش عارف ودرت اللعب صرت عند يدي قال شوف اخذ درهم اماراتي عض عليها يوم طلعها ولا هي مقصوصه نص فانا انبهرت قلت يمكن اسنانه قويه يكون شيبه اخذ الدرهم اللي كان مقصوص نص حركه شويه ولانه رجع الدرهم كامل الحركه هاي ابهرتني رحت الفريج رمعتني على مال 15 20 درهم اماراتي قلت اي واحد ما يبى دراهم مش نظيفه مش هذا فجبت له قلت جدي هذا 20 درهم حول لي اياها اصليه او زينه على اساس انه اخذ لي دراجه هوائيه وانا مو بعرف انه ب 20 درهم مش قادر تشتري دراجه هوائيه فقال انا اسف ما اقدر لان الدرهم اللي كان معايا كان مسواي للحركات السحريه هاي كانت اول ابهار لي بعدين عقب ما كبرت شوي ابوي هذاك الوقت كان عنده محل لبيع الاشرطه هذاك الوقت كان في اشرطه مش كل شيء نزل من الانترنت واليوتيوب والى اخره او سيديات فكانت من الاشياء اللي تينا ما كان في الكوبي رايت فكانت تجي له نسخه اصليه وكان ينسخها مثلا 50 نسخه ويبيعها في المحل فالنسخه اللي جتها كانت تجي له نسخ لديفيد كوبرفيلد اوكي فكنت دائما اجلس وانبهر به اقول هالانسان شلون يسوي السوالف هاي ولا يوم من الايام على اساس اني كنت ارمس عمري يوم من الايام ان شاء الله انا ابغى اخفيها للانسان اللي هو ديفيد كوبرفيلد
فهاي توالت الاحداث واحنا اليوم بنرمس عن القصص ما بنخلص اخر الحلقه يعني فكره بس ان ممكن نعتبر ديفيد كوبرفيلد مثلك الاعلى مثلا وهو مثل الاعلى دائما ديفيد كوبرفيلد هو مثل الاعلى لاكثر الماجيشنز في عالم في العالم اللي هو اللي فتح الباب على التلفاز والناس شافوه وبعدين انبهروا به ودخلوا في المجال هذا عندي سؤال لك تفضل الحين انا ما اعرف على شو تعتمد بسحرك على قوتك جسمك حجم الشيء مساحته طوله شو الماده المصنوعه منها بس اذا انت تفضل جاتك فرصه انك تخفي شيء عن الارض عن وجه الارض اخفيت لا الحين اذا تجيك فرصه انك تخفي شيء يبهر العالم انت لو رجعت للفيديوهات اللي انا سويتها وسويت سويت الحركه هاي لقناه محليه اخفيت برج خليفه أوف. اخفاء لبرج خليفه موجود عندي في اليوتيوب ممكن تدخل معين البستك يخفي برج خليفه هاي من الاشياء اللي سويناها وضربت ضجه كبيره في ما انا كنت خايف انا كنت روحي خايف ان اسويها وبعدين تصير مشاكل سؤالي عكس شيء الحين برج خليفه هذا معلم من معالمنا وشيء نحن نفتخر به شيء انت ما تبغاه في الارض شيء انت ما تبغاه يكون موجود بنيكم يعني ممكن يخفيك ليش انا شو بسوي لك ممكن يخفي باب الامان انا ليش لا شيء انت ما تبغاه يكون موجود في الارض طال عمرك من الاشياء اللي صارت معي مع القصص اللي كانت موجوده ان تيني طلبات من غير ذكر اسامي ومن غير ذكر اسامي الدول طلبات من ناس في دول معينه اخفي رؤساء الدول زين جتني طلبات منها انا ما اقدر اسويها واعتذرت لهم حتى بعد اللقاء اللي صار معي ضخموها كتتر عود ان معين البستكي يطلب منه انه يخفي فلان ممكن تحصل على الانترنت بس انا ما بذكرها على الشاشه ويمكن اكيد كل عارف منو يمكن انا قاعد اذكر عندي ليستا معين بس انا شخص كرئيس دوله طلبوا مني وينطلب مني من دول مختلفه ولكن انا ما اقدر اسوي هالشيء انا تجيني طلبات مختلفه من انواع من فريق معين مع انحاء الدول العربيه يعني انا جاتني من اسبوعين طلب من السعوديه الشاب كان يقول ممكن بلحظه خليني اتكلم انجليزي لا لا صراحه طلب ممكن فريق الزمالك المصري بس هذه ممكن اكون انا محتاجها حاضري هاي ممكن اكون انا محتاجها انت جميله والله بشكلك عزيزه غاليه بس اسالك سؤال في مدارس بتعلم السحر المدارس العالمية موجودة في أوروبا في أمريكا احنا في العالم العربي حكم كلمة السحر وحكم بعدها النظرة لعالم العاب الخفة والسحر طبعاً. الدينية أكيد بعدها متحفظة فالواحد يخاف يطلع أنا على أول طلعتي في برنامج تلفزيوني من 4 سنوات على واحدة من القنوات المحلية كنت خايف كنت قبلها كنت أطلع في اليوتيوب باسم مستعار كنت اطلع بجينز وهذا على اساس الناس ما يعرفون ان انا اماراتي ومو اسمي كنت اطلع لان كنت خايف انه يوم من الايام وهذا الخوف مومي ايلوجنز انزين مومي ايلوجنز ممكن تدخلوا في فيديوهات موجوده بس على اول طلعه تلفزيونيه قلت اطلع ما اطلع المجتمع شو حيفكر الاهل شو بيفكرون اصحابي هل بيصاحبوني او بيودروني فكان كل التخوفات موجوده وانا ما الومهم كون الفن هذا بعدها مش ناضج بذاك الدرجة في العالم العربي فاحنا نشتهي هو سؤال هذا هو فن بيجي موهبة معك ولا انت ممكن واحد يتدرب مع التدريب ممكن انا ممكن اول واحد يذكر هالشيء انا اقول انه ممكن انت اي واحد يكون مثلي احسن عني بوايد لو تدرب وتمارس وتعمق لان انا تعمقت وحبي للمجال هذا كان من صغري فتعمقت في اشياء مختلفه واليوم احنا العروض اللي بنسويها بتكون على فرع من فروع العاب الخفه اللي هي تقريبا بما يسمى بالمايند ريدنج او المنتاليزم او قرايه التفكير شو بتراوينا اليوم بتشوف عدد بنبدا ولا اخبرك ها نبلش ولا ما نبلش نبدا ولا ما نبدا نبدا لا شر ما نبدا الحركه هاي مع ماريا عندك طرفين هني موجودين أبيش تختارين أي واحدة منهم اليمين ولا اليسار اختاري واحدة يميني يعني يسارك هذه اليسار تبين نستعملها أو نتخلص منها نستعملها يعني نتخلص من هاي صح ولا لا نتخلص من هاي نستعمل هذه هاي نحطها بعيد أنت قلت نستعمل هاي حطها هني العدد 3 لو كنت قايلة أنا نستعمل هذا لو كنت قايل ان نستعملها كان بيكون في زجاج تصفيق لها طلعتي ساحره خلصت لك حياتك لا اليوم كل الحركات بتكون على قراءه التفكير فما في اخفاء الا المرات الجايه ان شاء الله يمكن اسوي لكم اشياء افخم واجمل عندك رقم من 1 ل 8
قبل ما اسوي اي شيء كنت جاي انا البرنامج بريدكشن، مخمن شيء وانا في البيت راس منه على ورقه جايبنا وياي. عندك الرقم، الرقم ما اعرف لو مبين على الشاشه عندهم، من 1 لـ 8 ابغاك تختار رقم من 1 لـ 8 عشوائيا. اوكي انا رقم، اي رقم؟ رقم 3. وايد اتفاعل فيه 3 عشان عيد ميلادي. بعطيك تشانس، تبغى تغير رايك ولا رقم 3؟ لا 3. رقم 3 هذا الرقم دائما. انت اخترت رقم صح؟ لو رقم 3، الرقم هذا هاي هي الرسمه صح؟ الرسمه هي اللي الرسمه الثالثه، 1 2 3. انا ما بدق الظرف، ما بدقه، ما بدق الرسمه، ابا ان بدر يطلع عندي فوق على الستيت. تصفيق له. انت السبب. اذا اختفيت عطني وصيه اي شيء. سلموا على اهلي. خلي سيارتك برا. وقف لي هني. رقم 3 عبد الله اختاره. انا ما سويت شيء، واقف بعيد، اباك تاخذ الورقه هاي شوي من فوق وتلفها بالشوش، خذها من فوق. من فوق. ليش خايف؟ شلها. تشجع. شلها. وين البطل؟ ايه شلها ولفها بالشوش، شوف انه مطابق ولا لا. 1 2 3 هذو. هل في ارتباط روحاني؟ هل في طاقة خارجية؟ ارجع ولا اختفي؟ هي لا لا ممكن ترجع. تصفيق له، ما قصر، تصفيق له. هل في اشياء احنا متعودين عليها؟ ممكن احيانا احنا نكون في البيت نفكر بشخص يتصل فينا؟ في السيارة مشغل الراديو على اغاني، اغنية في بالك تغنيها او يغنيها الشخص. بنسوي شيء مع عمرو، تطلع معنا فوق على الستيج مع استاذة هلا، تطلعين فوق معنا على الستيج. تصفيق لهم. عندنا 5 رسومات هندسية، احنا بدينا بالرسومات الهندسية بنكملها بالرسومات الهندسية. عندنا النجمة، عندنا الويفي لاين، عندنا المربع، عندنا ما في دايرة. زائد، وعندنا الدائرة. الدائرة. انزين. هو يبغى الدائرة. اللي أباكم تسوونه. الحفرة. اللي أباكم تسوونه. أستاذ هلا. أبيش تمسكين الكروت. أنا بكون صادد ذاك الصبع، أسب إنه ما أشوف. تختارين واحد منه. واحد من الكروت. تعطينا حق عمرو أو عمر. عمرو. عمرو. عمر. تأخذ أنت واحد من الكروت. تمام. وتعطي الباقي حق عبد الله بعيد خلاص. فأنت تأخذ واحد وأنت تأخذين واحدة. ما تراوينا حق حد. أنا هم إنه ما بشوف، بصد هناك. تختارين وحده تعطينا حق عمرو، هو والباجي يعطيه حق عبد الله. انت عندك وحده؟ عرفت. انت عندك وحده يا هلا؟ عندي. وانت عندك ما تراونه، تحطونها في ايدكم شي عشان ما حد يشوف. حلو؟ تين عندي معلش شماره اعطيك اياها؟ تمديني ايدك؟ لا لا ما تعطيني انا، لا ما بعطيك. مدي ايدك شي. اي صح. اللي ابيك تسوينه، انت اخترتي، اخترتي رسمه. صعبه 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 رغم انها سهله. انت اخترتي رسمه. صعبه شويه، ببدا وياك برجع لها. علامه الزائد تراوينهم؟ علامة الزائد. شكرا. لا لا صعبة دي انا عارفها. ويها حمر، ويها حمر. مش عارفها. ليش خايف؟ الدائرة وياك تراويهم. لا ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. تراوون الكاميرا، تراوون الكاميرا، تراوون الكاميرا عشان يشوفون. ثانك يو فيري ماتش. تصفيقه ثانيه لهم. اخذ منكم. شكرا. بعد وحده ولا نرجع مكاننا؟ بعد وحده. بعد وحده. يلا بنختار استاذه فدى تطلعين فوق عندنا. تصفيقه لها. مرحبا بك. توقفين على يميني مع على شماره. اوكي. اللي ابيك تسوينه، عندي بورده هاي تمسكينها حيل. اوكي. تاخذين القلم هذا، بلحظة أبيش ترسمين أي رسمة في بالك، بس ما تراوينها للجمهور، أنا ما أشوفها، الكاميرا ما أشوفها، ترسمينها وأنا أخبرك عقب شو تسوي. حلو؟ أسميني. يوم جاهز، يوم رمسيتي. ارسميني ارسميني. طلع يبدأ. ارسمي عبد الله لو. يوم رمسيتي تخبريني إن شاء الله، بس تمسكين البوردة حيل وترسمين الرسمة.
قاعدين شويه شكلنا. اوكي اوكي شعنا سريع. حلو بس ناخذ الظرف هذا نحطه فيه، اخذ البور من غير ما اشوف. ابيش تلقي نظره عليها اخيره. حلو حطينا في هذا. هل في اي طريقه اي احد او انا اكون عارف الرسمه هاي؟ ما في. لا ما في. شكرا. تفكر ممكن تقول هي. قولي هي. فكري بالرسمه اللي رسمتيها. فكري وياي. انت رسمتي رسمه بديتيها بدائره عوده صح؟ في لا. اوكي رسمتي رسمه هذا يدل على شخصيتك شويه. شوي. صح؟ اوكي. يدل انك شوفي ضحكتك يدل على الشخصيه هاي اللي انت رسمتيها. ابيش تمسكين هاي، تمسكين من غير ما تشوفينها. تمسكينها صوب صدرك من غير ما تشوفينها. على عدد ثلاث بطلع رسمتك ورسمتي ونلفها. ما في اي طريقه انا شفتها. اوكي. انت رسمتي الرسمه. اوكي. واحد اثنين ثلاثة تلفينه. تصفيق الاهل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. ابتدينا نكون نهينا حلقتنا لهذا اليوم، وان شاء الله استقبلونا ان شاء الله في حلقات ان شاء الله جديده مع اكيد الساحر، وبنشوف اكيد معروض جدا جديده. خلكم معانا، تصبحوا على الف خير. Thank you.